مشروع الصوب الزراعية الجديد هو أحد المشروعات القومية الضخمة، أحد المشروعات القومية التي يمكن تحدثنا عنها يوم الحد الماضي باستفاضة كبيرة جدا، وتكلمنا عن أهمية هذا المشروع وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المشروع الضخم الذي يضخ إنجازات كبيرة جدا للمواطنين. الحقيقة إنه دايما ارتفاع أسعار السلع بيخلي الناس لسه مش فاهمة، لسه مش شايفة البعد أو المدى البعيد للمشروعات، إزاي بيتم الاستفادة القصوى منها، إزاي هنقدر نشوف نتائج هذا المشروع على أرض الواقع، إزاي هنقدر نلمسه في أسعار الخضار، وده يعني من أهم الحاجات اللي بتشغل الناس الحقيقة في هذه الأيام. عشان كده احنا معانا النهاردة أستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر بغرفة تجارة القاهرة. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك السادة المشاهدين، صباحك طيبين. مشروع ده مشروع ضخم، مشروع كبير، مشروع الدولة بتولي اهتمام كبير جدا في هذه الأيام، والحقيقة أنه من المشروعات اللي بدأت بالفعل يعني تظهر ثمارها على أرض الواقع. ده حقيقة. من وجهة نظر حضرتك والتعامل في مجال الخضر في مصر، هذه السلع الهامة جدا التي يعتمد عليها المواطن بشكل كبير، إلى أي مدى يخدم هذا المشروع المواطن المصري؟ طبعا بداية خلينا بس أول نقول أن طبعا زيادة المعروض من أي منتج هو انخفاض لسعره. طبعا المشروع القومي للصوب الزراعية زراعة المحمية تحديدا هيؤدي لاستقرار داخل الأسواق واتزان، لأن احنا طبعا نشهد الفترة الماضية منذ سنة أو اتنين أن كان عندنا بعض المشاكل، مثلا على سبيل المثال في الطماطم، في البطاطس، في المانجا، في الليمون، طبعا أخيرا الليمون. احنا بس الليمون يعني ما بيتزرعش في تحت صوب، ولكن احنا بنقول لزيادة المعروض كل ما نوسع في الرقعة الزراعية ونتسع في هذه المشاريع الزراعية القومية دي هتعمل لنا اتزان. أيضا الصوب الزراعية بتحقق اتزان ليه؟ لأن طبعا 100 ألف فدان صوب يعادل متأسف 5 أضعاف هذه القيمة، يعني العدد ده عدد كبير جدا. النهاردة احنا بنقول يكفي 20 مليون ألف نسمة، وهو أكتر من ذلك. الدولة بصت لي على ده لأن طبعا الأمن الغذائي هو أحد ركائز الأمن القومي في أي دولة وفي العالم كله، يعني في مصر تحديدا إحنا الناس بتشتكي وبتعاني من ارتفاع الأسعار. يبقى إحنا لازم نبص إيه الأسباب اللي إحنا نقدر من خلالها نقدر نساعد الناس ويكون على أرض الواقع في شغل وفي عمل، وكمان نوفر فرص عمل ونعمل قيمة مضافة لزراعات النظيفة، إن يبقاش في متبقيات مبيدات زي ما كنا نشهد في السابق كان في منتجات عندنا بتترفض. دلوقتي الحمد لله رب العالمين ما فيش أي منتج من المنتجات المصرية بالذات الخضار والفاكهة بيرفض دلوقتي. ليه؟ لان احنا عندنا دلوقتي قدره من خلال الزراعات المحميه والتكنولوجي الجديد ده وصلنا للعالميه. باوروبا كلها دلوقتي عايزه منتج مصري، الخليج عايز منتج مصري، افريقيا وسوق افريقيا الواعد. نقدر نقول ان احنا اتزان داخل الاسواق من خلال زياده المعروض. حتى سياده الرئيس لما قال احنا هنعمل يعني حجم معروض اكتر من المطلوب، ليه؟ عشان نعمل اتزان، واحنا دخلنا مش عشان خاطر نضر حد او نقول ان احنا بننافس الناس او التجار او القطاع الخاص، لا، ده احنا عايزين نستعين بهؤلاء، ناخد خبرتهم، نتعاون معاهم ويتعاونوا معانا لمصلحه المواطن والبلد. ده شيء كويس جدا، وده اللي طمن الناس كلها. يعني اول امبارح احنا كنا قاعدين وجالسين وكنا بنتكلم كلام كتير جدا حوالين الزراعات المحميه، قلنا ان المشروع ده لو استكمل كما ينبغي بفضل الله تعالى ان شاء الله، وان شاء الله هو يعني اللي احنا شايفينه قدام عينينا حاجه مشرفه وحاجه كبيره. يعني عايزين بقى التكنولوجيا ده يتنقل فين؟ لصغار الفلاحين. نتمنى ان الشق التكنولوجي ده يتنقل لصغار الفلاحين، يبقى في عندنا قيمه مضافه للفلاح اللي هو العائد الاقتصادي والعائد اللي كمان ان احنا نساعده ان هو يخرج منتجه يبقى عالميا ما يبقاش محليا بس، ونساعده كمان ان هو يتوسع في هذه الزراعه. ان عايزين الزراعه المحميه دي تبقى في كل مكان، لان اثبتت التجارب ان الزراعات المحميه الصوب الزراعيه هي اكثر انتاجيه، هي اقل ضررا في يعني طبعا شاهدنا تغيرات المناخ سواء في الطماطم او في المانجا والبطاطس، قابلت لنا مشاكل كتيره جدا، التقلبات الجويه وتغيرات المناخ بتاثر على المنتج. احنا كان عندنا مشكله في الطماطم، لولا تدخل الزراعات المحميه في الفتره اللي فاتت احنا بقى لنا 3 أشهر تحديدا استقرار عندنا في البطاطس والبصل والطماطم، 3 سلع استراتيجيه عندنا مستقرين بقى لهم 3 أشهر. ليه؟ لان احنا عندنا زراعه
ساهمت في ان يكون اتزان داخل الاسواق ويكون في زياده معروض. هو ده اللي بيعمل اتزان في الاسواق والمواطن بيحس بيه. والحاجه الوحيده اللي بيحس بيها المواطن وعوائد الانتاج الحقيقيه اللي بيحس بيها شعور بها المواطن مباشر هو الزراعه. واحنا قلنا ما فيش دوله في العالم تقام اقتصاديا الا بالزراعه والصناعه. كمان التصنيع الغذائي اللي احنا نتمنى ان يكون الحمد لله رب العالمين، احنا شاهدنا في المشروع ان فيه قيمه مضافه، الزراعه النظيفه، خلق فرص عمل، زياده معروض في الانتاج، عندنا كمان تعبئه وفرز وتعبئه وتغليف على اعلى مستوى، عندنا كمان شغل كويس جدا بيحصل على ارض الواقع من خلال التقاوي اللي احنا كنا بنضغط على العمله الصعبه وبنستوردها من بره، دلوقتي الحمد لله رب العالمين في مشروع، في حاجه احنا شفناها على ارض الواقع، في تقاوي بطاطس. احنا ما كناش متخيلين ده يحصل، لكن الحمد لله رب العالمين شفنا ده ولمسناه وشفناه، انا شفته بعيني، يعني انا ما صدقتش، رحت وشفت قاعده محمد نجيب، رحت في العاشر من رمضان وشفت الصوب، ايه 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 الجمال ده. يعني احنا عندنا دلوقتي طماطم 11 شهر موجوده، لو في عندنا فجوات بين ما بين انتهاء العروه الصيفيه وبدايه العروه الشتويه والعكس، دي بتساهم في اتزان للسوق، لان طبعا زياده المعروض حتى ولو كانت اتاحته قليلة بس المعروض بيبقى موجود، يبقى حتى إذا كان بيرتفع سعره ثم ينخفض تاني، فهو ده اللي احنا عايزينه، إتاحة المعروض يوصلنا لاستقرار داخل الأسواق ثم ثبات للأسعار ثم انخفاضها، ده كويس جدا. أيضا احنا قلنا التصنيع الغذائي ليه؟ لأن احنا طبعا الفترات اللي فاتت كان عندنا بعض المشاكل في تحديدا في البطاطس، وقلنا نتوسع في التلاجات ونتوسع في تصنيع البطاطس نص مقلية والكلام ده، وده هيعمل نوع من أنواع يعني هيساهم في إقامة يعني تصنيع وعمالة وشغل وتصدير للخارج، هيفتح لنا سوق تاني، بنعمل قيمة مضافة في كل أصناف الخضار والفاكهة. الزراعات المحمية دلوقتي هي السبيل الوحيد وهي الطريق فعلا اللي هيوصلنا لاتزان داخل الاسواق ويشعر به المواطن مباشره، عوائد الانتاج الحقيقيه بيشعر بها المواطن في الزراعه والصناعه التي تقوم عليه الزراعه. يعني الفرز والتعبئه من الحاجات كمان اللي بتضيف للمنتج قيمه اعلى طبعا، ويمكن كتير من الناس بيشوف برغم انه يعني هذه المنتجات او السلع الخضريه في شكلها المعبأ في شكلها المغسول كمان احنا يعني عرفنا ان هي هيتم غسلها ده هو فعلا هي فعلا بتعد على مراحل لغسلها وتغليفها تعبئتها وتغليفها وطرحها في طيب. أسواق الجملة ثم للتجزئة، حتى تجار التجزئة، حتى وجود الخدمة الوطنية للخطوط المسلحة داخل أسواق الجملة، سيادة الرئيس أشار لده، قال إحنا داخلين ما يبقاش فيه، إحنا مش داخلين للتجار، كان في بعض التجار متخوفين، الحمد لله رب العالمين كلام سيادة الرئيس طمن المواطنين وطمن القطاع الخاص ورجال الأعمال، وذكر الغرف التجارية، قال لابد يبقى فيه تنسيق مع الغرف التجارية ومع وزارة الزراعة، إحنا عايزين يعني يبقى فيه حاجة فيها تكامل مجتمعي بجانب الدولة بحيث إن تطلع على أكمل وجه، المواطن يشعر بده، لان المواطن النهارده يستحق منا كتير. احنا بنشوف حاجات مشاريع كتيره جدا على ارض الواقع زي العالمين الجديده وزي لكن الصوب الزراعيه اللي هيشعر بيها مباشره وهتقلل لنا النسب. يعني احنا جهاز التعبئه والاحصاء كان طلع بيان منذ ما يقرب من شهر ان معدلات التضخم قلت بانخفاض اسعار الخضار والفاكهه، يعني ده شيء مهم صحيح. كمان احنا بنعمل قيمه مضافه ان احنا بنصدر المنتج ده بعد ما نكفي السوق المحلي، يعني احنا ما بنضغطش على السوق المحلي عشان نصدر، لا احنا بعد الفائض من السوق المحلي بيتصدر على في كل دول اوروبا ودول شرق اسيا، وكمان الصين احنا صدرنا عنب، احنا غزينا الصين في العنب، كمان البطاطس والبصل والفاصوليا الخليج، كمان عندنا سوق افريقيا اللي انا بقول التصنيع الغذائي ليه؟ لان سوق افريقيا محتاج التصنيع الغذائي. ده اللي احنا بنسعى اليه وده اللي احنا بنقول يا رب ان شاء الله باذن الله الزراعات المحميه تقدر تعمل لنا اتزان، وهي فعلا عملت اتزان، احنا جربنا ده في الطماطم والحمد لله رب العالمين شفنا بعينينا، الفلفل الالوان اللي كان ب 40 جنيه و 50 جنيه تراجع ب 7 جنيه و 8 جنيه، الطماطم اللي كانت زي مثل هذه الايام كانت ب 10 جنيه و 12 جنيه، النهارده الطماطم جمله من جنيه ونص ل 2 جنيه ونص، عندنا البتنجان من 50 قرش لغايه جنيه، عندنا الكوسه من 5 جنيه لغايه 8 كانت ب 11 وب 12 و 13،
البامية لما كانت بيبقى عندنا أزمة في الخضار بالتحديدا كمان البامية والملوخية والأصناف اللي هي الورقية دي، كنا بنعاني لأن كانت طبعا أنت تعلمي جيدا يعني في بعض ناس بتتصيد اي مشكله في البلد وتقول لا الغلاء يا اخوانا. طب دلوقتي احنا عندنا كل اسعار الخضار والفاكهه في متناول الجميع. يعني السنه دي العنب يقل عن السنه اللي فاتت من نسبه 20-30%، المانجا اقل اسعارا من 15-25% عن العام الماضي. النهارده مع الناس يعني انا متاسف، انا بشكر القناه دي والنافذه الاعلاميه دي ان هم بيطرحوا هذا على المواطن المصري. الفلاحين كمان بتستفاد، لاني طبعا لابد ان يعلم الفلاح ان زياده المعروض من خلال الصوبه الزراعيه دي مش ضرر ليك، لا ده احنا بنعمل ده عشان اتزان الحلقات التداول الكتيره، نقضي مش نقضي عليها، نقللها في شكل ان احنا نزود المعروض. المواطن انت الفلاح كان نطلع مثلا زي نقيب فلاحين او نقيب زراعي يقول الخضار في الشارع من عند الفلاح بجنيه ونلاقيه بره ب10 جنيه، مش هيبقى الكلام ده. ليه مش هيبقى الكلام ده؟ كميه العرض الكبيره من المعروض من الخضر والفاكهه من خلال الزراعات المحميه والمنتجات المكشوفه، الزراعات المكشوفه التقليديه، هتبقى هتعمل اتزان داخل الاسواق ومش هتضر حد، لان هنعمل زياده تنافسيه. كل ما يبقى في زياده تنافسيه في اليات العرض والطلب، اليات العرض والطلب بتتظبط، السوق بيبقى فيه انضباط، ايقاع السوق بيبقى يعني ما بيبقاش فيه تروبات كتيره، ما بيبقاش فيه مستغلين، وما فيش حد بيقدر يحتكى سلع او ينتفع منتفعين بعض المنتفعين. طبعا تتعلم في كل تخصص في كل مهنه وفي كل فيه، ولكن النهارده زياده المعروض دي هتظبط السوق والمستغلين الظروف كمان. انت عندك سعر البترول لما بيزيد سعر السلعه بيزيد اضعاف بالظبط، وده بيبقى فيه جزء كبير جدا جدا من جشع التجار. بالزبط. عشان كده خليني اركز على النقطه دي استاذ حاتم، ويعني حضرتك بتتعامل بشكل شبه يومي مع التجار ومع الساده البائعين، وبالتالي بيبقى في يعني واقع من الاحتكاك بما يفكرون فيه. عشان كده الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه طمئن التجار بسبب هذا المشروع نظرا لما يتخوف منه البعض. خليني أقف عند النقطة دي واسألك، هو البعض كان بيتخوف من إيه؟ كان بيتخوف أن زيادة المعروض دي هتؤدي لإغراق داخل الأسواق، أو طبعا تعلمي جيدا أن كل مهنة وكل منظومة تجارية أو كل قطاع خاص تحديدا كله هو أكتر من 70% من حجم التجاره في مصر هو كله قطاع خاص. فالقطاع الخاص يعني معلش متاسف دايما صاحب راس المال بيبقى متخوف على ماله، بيتخوف على تجارته. ولكن احنا بنقول للساده التجار، واحنا كنا بنتكلم امبارح بالامس احنا كان عندنا يعني اجتماع كده مصغر المهندس يحيى السني رئيس الشعبه، كنا بنتكلم في اطار اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، بنقول ان احنا هل تخوف التجار ده جه دلوقتي صحيح؟ كل التجار الحمد لله رب العالمين بعد كلام سيادة الرئيس اطمأنوا ان مفيش اي حد هياخد رزق حد، واحنا عايزين يبقى كلنا في تكامل مجتمعي مع الحكومة ممثلة في الدولة ممثلة في الحكومة، بنعمل اتزان داخل الأسواق وبنحافظ على المواطن وأيضا بنحافظ على المنتج. احنا عايزين المنتج الزراعي الفلاح البسيط ده نحول الشق التكنولوجي ده والأساليب الحديثة للزراعة نحولها له عنده عشان خاطر نزود له العائد بتاعه الاقتصادي. أيضا التاجر كل ما يبقى حجم المبيعات أكتر كل ما يبقى هو الربح بتاعه بيزيد. يعني احنا بنقول للناس ما تتخوفش ليه؟ لأنك انت في منتج، في اقبال على 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 المنتج، في زياده معروض، في بيع بنسب اعلى، مبيعاتك بتزيد. انت طبعا تعلمي جدا ان احنا كل اسواق الجمله بتبيع لحساب الغير، يعني لحساب المنتج، احنا بنسوق المنتج لحساب المنتج. ده هيؤدي ان احنا مبيعاتنا بتزيد والعائد بتاعنا هيكون اكبر. طبعا الناس مش عارفه ده، لان الناس كانت بتاخد الشكل اللي هو الكبير ان الزراعه وهي لا، ما احنا عايزين السوق يتظبط وعايزين نحافظ على المواطن، عايزين نحافظ على المنتج ايضا. ان كمان ده المشكله مش في التجار، ده مشكله في المنتجين. المنتجين كانوا متخوفين اكتر من التجار. يمكن التجار دول بيبيعوا وبيشتروا، وده التجاره اليات العرض والطلب هي الحاكمه. يعني هو مش خسران حاجه لان احنا بنبيع بالحساب الغير. لكن النهارده المنتج لما سمع من سياده الرئيس ان ده كمان، وكمان سوق مصر كبير، احنا اكتر من يعني ما يخرب من 120 مليون. صحيح. فالنهارده بنتكلم في شكل ال 20 مليون اللي هيستفاد منهم، يعني انتاج الصوبه الزراعيه يكفي 20 مليون. سياده الرئيس سال سؤال مباشر، سياده محمد عبد الحي هيكفي؟ قال 21 مليون يا فندم.
طب بقيه السوق؟ الريس رد على الناس عشان يطمئن الناس ان بقيه السوق ما هو بتاعكم، ما هو انتوا اللي هتشتغلوا فيه، والمنتجين دول اللي بينتج ده الفلاح البسيط ابو فدان وابو اتنين فدان وابو خمس قراريط، ما ده يعني متاسف. هل الصوب الزراعيه هيبقى فيها كل الزراعات؟ ما هو القمح ما ينفعش في صوب زراعيه، في معظم الزراعات اللي هي المكشوفه اللي هي ما ينفعش في الزراعات المحميه، دي كلها الفلاح البسيط هو اللي بيشتغلها، وهو اللي احنا بس عايزين نطور الفلاح، يسعى ان هو يطور نفسه. والوزاره الزراعه يعني انا بنشد يعني وزير الزراعه من 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 هذه النافذه الاعلاميه المحترمه، مع الوزير انتوا بتقوموا بعمل كبير جدا، يا ريت يطبق الشق التكنولوجي اللي احنا شفناه في الزراعات المحميه لدى بعض المحافظات، ناخده يعني تدريجيا، يعني كل محافظتين على حده، ينجح المحافظتين دول نكمل في بقيه المحافظات الاخرى، حتى نستطيع ان احنا ننقل الشكل الحديث الاساليب الحديثه دي للفلاح، ونحافظ على ان هو يكون في عائد اقتصادي بالنسبه له، ونحافظ على المواطن اللي هو بيشعر ان في ارتفاع في الاسعار وفي دروبات وفي فجوات عروه، ونطلع نقول والله ده التجار المحتكين والتجار المستغلين. احنا حجم المعروض النهارده في اتزان داخل الاسواق، مفيش حد بيقدر يحتكر سلعه، مفيش حد بيقدر يتحكم في حد، احنا بنعمل اليات عرض وطلب محترمه، بنحافظ على استقرار داخلي، بنزود عملتنا الصعبه من خلال التصدير، بنحافظ كمان على ان احنا ما نستوردش تقاوي وبذور من بره، عملنا ده داخل الزراعات المحميه، ده خطوه ايجابيه، خطوه انا من يعني من وجهه نظري ان الخطوه دي اهم خطوه في المشاريع القوميه، وده اهم مشروع، لان لما ربنا قال أمنهم من جوع أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، جودة المحصول كمان هتتأثر، وجودة المعروض في السوق الحقيقة إنه كتير جدا، حتى يعني بالبلدي كده كان الخضار الفرز الأول غير الخضار الفرز الثاني، أكيد طبعا، غير الخضار فرز ثالث وهكذا. نعم. فإحنا عندنا دلوقتي معروض أكتر، عندنا معروض يعني بيتم التدقيق بشكل كبير جدا جدا في الجودة، وبالتالي هيبقى في من التجار فكرة المنافسة، انه انا كمان عايز المنتج بتاعي اللي ينزل بالشكل الامثل، ينزل على مستوى المنافسة علشان ما يبقاش في تراجع. لأي مدى اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ هو زيادة التنافسية اللي احنا قلت عليها واللي حضرتك اشرت اليها دلوقتي هي دي اللي هتأدي لانضباط السوق من خلال زيادة المعروض، ومن خلال زيادة يعني الجودات اللي انت قلتيها، ان في رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة. اولا لما احنا كنا بنتكلم على الاسعار كنا بنقول والله يا اخوانا الاحياء الشعبية والعشوائية قريبة شوية من سعر الجملة. طيب الاحياء الراقية لماذا؟ لان كل ساكنية الاحياء الراقية بيستهدفوا الجودة رقم واحد. النهاردة لما احنا بنقول التصنيع الغذائي، ما هو التصنيع الغذائي؟ احنا لما يكون لدينا زيادة معروض والسوق يبقى في انضباط وفي اتزان، وعندنا التصنيع الغذائي ده بناخد من زيادة المعروض ده نصنع غذائين ونصدر لأسواق أفريقيا. ده هيعمل ايه معانا؟ هيزود حجم مبيعاتنا، وهيخلينا نخلق فرص عمل، وهيقلل لنا التضخم، وهيعدل لنا الميزان التجاري، وهيحافظ على استقرار امن غذائي في مصر، وهيعمل لنا شغل كبير جدا ان احنا ما نضغطش على العمله المحليه وجنيهنا يرتفع قدام الدولار. انت بتعملي مشروع متكامل من خلال الصوب الزراعيه الزراعات المحميه اللي افتتحها السيد الرئيس. كمان بنقول للمزارعين او المنتجين اللي هم بيتكلموا، يعني انت حضرتك اشرتي بتقول الجوده، اولا الجوده عند المنتجين الزراعيين ما بيبقاش ما بيفرس داخل الحقل بتاعه، ولا يعني متاسف هو بيجيب الاسواق خام، والزرع بتاعه بيصنف ازاي على اليات العرض والطلب وعلى اليات الجوده وعلى اليات تجار التجزئه، بيبصوا بعينيهم ويشتروا بعينيهم، لان احنا عندنا خضار وفاكهه الحاجه الوحيده اللي بتباع وبتشترى بعين الانسان. احنا بناكل بعينها ما بناكلش بلساننا، يعني ما متاسف في بعض الناس يقول لك الطماطمايه الرفيعه دي انا ما اخدهاش، بل بالعكس ده دي افضل من الكبير. في ناس بتكده. فالنهارده انا ما اقدرش احكم السوق ده، الجودات دي هي اللي هتؤدي لزياده التنافسيه وتعمل لنا استقرار بجانب زياده المعروض بجانب التصنيع الغذائي. زي ما تذكرتي وانا ذكرت كل المشروع مشروع متكامل، يا رب يستكمل ونشوف ده اكتر. يعني احنا عندنا كمان سياده الرئيس لما قال بني سويف والمنيا، ده شيء جميل جدا، احنا بنخلق فرص عمل في الاماكن دي.
زي ما قال سيادة الرئيس. كمان في حاجة غايبة عن الناس ولابد ان هي تبقى معروفة، الخضار والفاكهة سلعة قابلة للتلف. يعني حتى اللي بيحتكر او ان هو يحب ان هو يلعب في ده مش هيعرف، لان زيادة المعروض هتخليه ان هو يبيع زي اليات العرض والطلب اللي حواليه. يعني امبارح كنا في مكان واحنا بنرصد دايما الاسعار بشكل يومي وبشكل اسبوعي وبشكل شهري، قلنا ان في مكان في الزمالك لقينا الطماطم فيه ب6 جنيه ومكان في شبرا لقينا الطماطم فيه ب3 جنيه ونص ومكان في المرج لقينا الطماطم ب3 جنيه. طب احنا وجدنا ان الجوده اللي في المرج وفي شبرا هي هي الجوده اللي في الزمالك. طب انت بتعمل ايه؟ بتبيع ليه ب6 جنيه؟ قالوا ان طبعا انت تعلموا ان المكان ده مكان راقي واللي بيجي ينقي والهدر اللي بينتج عن الخضار والفاكهه. حتى الفائض او الهدر اللي ينتج عن الخضار والفاكهه، احنا طبعا الزراعات المكشوفه كان يعني ما يصل الى اكثر من 40% من انتاجنا بيهدر ده حقيقي من خلال النقل والبسطاء وتعدد البسطاء. كل ده ارزاق ناس، احنا ما بنقولش نقضي عليها لكن ننظمها. صحيح، زي ما احنا قلنا قبل كده في نفس هذا المكان في نفس هذه النافذه الاعلاميه، رجاء ارفعوا لنا الاسواق العشوائيه ده من داخل القاهره الكبرى واستبدلوها باسواق مرتبه ومنظمه، سهوله في الوصول اليها والرقاب عليها. ده اكيد، ده 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 اللي هيعمل كمان مع زياده المعروض، مع ان احنا بنحافظ بقى على الجودات وان في تنافس على الجودات زي ما تفضلت حضرتك وقلتي، بيبقى ده نوع من انواع الاستقرار الدائم داخل مصر. صحيح، فرص العمل والاستعانه بالخبرات. حضرتك اتكلمت عن انه الصوب دي تسهم بشكل كبير جدا. طبعا هو مين اللي تسهم بقى؟ هو الشباب اللي في داخل الصوب، اللي كل صوبه عايزه 5 افراد او 4، من 4 ل6 افراد، دول منين يعني؟ انا عايز اعرف. هو الشعب المصري. صحيح، الفتاة اللي كانت موجوده والدكاتره كانت موجوده داخل المعامل وداخل التعبئه والتغليف وقسم الجوده ومراقبه الجوده، كل دول ايه؟ يعني متاسف انا مع يعني التحكم في درجات الحراره، التحكم في الاضاءه، كل دول منين؟ ما هو دول من شبابنا وفتياتنا المصريين، احنا ما جبناش حد من المستورد، ما فيش غير الشركه الفرنسيه اللي احنا الاسبانيه اللي احنا خدنا منها الخبره للزراعات وخدنا منها كيفيه ان احنا نشتغل ازاي. كل المشروع كامل متكامل بيد مصريين، ما فيش غير بس الحاجات اللي احنا جبناها من الخارج استوردناها عشان نعملها في مصر، الاليات التنفيذ بالظبط، لكن كله بيد مصري. ده بيساعد وده بيعمل نوع من انواع الاستقرار. حتى الشباب لما بيشوفوا الكلام ده، والله يا فندم المواطنين لما بتعرف وبتفهم بتستريح. فياريت يبقى ده موجود ونفهم الناس ونوعي الناس، ده مش عيب. ده العيب ان احنا نقول لا نغفل عن ده، لا احنا عايزين نرصد لما يبقى في عندنا اليات محترمه وفي عندنا مشاريع قوميه وفي عندنا استصلاح اراضي وفي عندنا توسع فروقها الزراعيه وفي عندنا بدائل ان احنا بنستورد من الخارج. ده احنا دلوقتي خلاص احنا بنبقى عندنا بذور هنا وبنعمل او بطاطس هنا، نوصل رساله للمنتجين وللتجار وللسادة المواطنين المستهلكين، لابد يعلموا ان بكره افضل من النهارده، يبقى عندنا حس وطني، لابد يبقى في نوع من انواع التكامل المجتمعي. ده كله بيصب في مصلحه الدوله. وبعدين على فكره احنا ما بنطبلش، احنا بنقول الحقيقه. صحيح، لان احنا قطاع خاص، يعني احنا يهمنا في المقام الاول ان احنا حجم مبيعاتنا يزيد عشان خاطر نربح. ما فيش تاجر مش عايز يكسب، ما فيش اي حد رجال اعمال، ما هو ده هو بيشتغل ليه؟ عشان خاطر يكسب. صحيح، هو اسمه رجل اعمال. رجل اعمال ليه؟ عشان خاطر بيحقق مكاسب، من خلال المكاسب دي بيتوسع في تجارته، بيتوسع في شغله، بيتوسع في كل الحاجه اللي هو تخصصات. معظم التخصصات اللي موجوده في مصر كلها قطاع خاص، اكتر من 80% من حجم التجاره في مصر هو قطاع خاص. صحيح، فده بيطمن الناس وبيدي كمان يعني متاسف والله اللي جاي احسن ان شاء الله. دور الشعبه، شعبه الخضر كمان في الاوقات اللي زي كده مهم جدا. حضرتك قلت ان احنا بننزل بشكل احنا بنبقى عندنا رصد يومي. عندنا رصد بشكل يومي وبشكل اسبوعي وبشكل شهري. بشكل يومي بالنسبه للاسعار يوميا، وبشكل اسبوعي لان شوف مثلا عندنا مثلا في من اي صنف من اصناف الخضار فجاه قال ليه داخل الاسواق. طيب بيترتب على السوق المحلي مع المواطنين في التجزئه ازاي؟ طب هل ده بيأثر؟ ما احنا بنرصد ده شهري. ليه؟ عشان نشوف ان كان في زراعات اتصابت، نرجع للجهات المختصه ونتصل بيهم، يبقى في تنسيق بيننا وبينهم بحيث ان يبقى في عندنا شغل كويس على ارض الواقع ونلحق اي شيء. لان احنا برضو متاسف يعني يمكن مصر الزراعيه بتقدم
خدمة كبيرة جدا للسادة المزارعين والمنتجين ولكل الشعب المصري، ولكن برضو احنا ينقصنا مزيد من الإرشاد الزراعي، مزيد من الثقافة الزراعية اللي احنا قلنا ننقل الخبرات دي للمنتج الزراعي والناس اللي هي البسطاء صغار الفلاحين، لان دول العدد الاكبر. انا اهم حاجة عندي دول، لان صح. دول العدد الاكبر، دول اللي شايلين الشيلة كلها، يعني زي الطبقة الوسطى كده، دول اللي يهمونا، لان دول هم المنتجين وهم اللي بيشتغلوا وهم اللي بيودونا الاسواق بجانب المشروعات القوميه دي. وبعدين النهارده يعني متاسف، يعني بكره وبعده انت هتشوفي ان الصغار الفلاحين دول بقوا كبار من خلال ايه؟ احنا ننقل الخبره ليهم، صحيح، نساعدهم بالمعلومه بالارشاد. وبعدين متاسف برضو لما يبقى في عندنا قله معروض من منتج، احنا بنطلع نقول ايه اسبابه. رجاءا اني متاسف، يعني انا بوجه رسالتي برضو للدوله، يعني دوله تاسيس الزراعة ووزير الزراعه تحديدا، لما يبقى عندنا ازمه لابد نتعامل مع الازمه بشكل مباشر مع المواطن. يعني احنا بيبقى في مثلا مشكله الليمون، وجدنا ان جميع السوشيال ميديا وجميع الفضائيات بتتكلم الليمون و100 جنيه و80 جنيه، طب ايه هي الاسباب؟ عشان المواطن ما يزعلش، المواطن ما يتضررش، وبعدين المواطن يبقى عارف، بيرتاح نفسيا. ودي السياسه كمان اللي بينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني مع اعلان اي مشروع، مع اعلان اي خطوه جديده، يمكن بنلاقي رئيس الجمهوريه بنفسه بيطلع يشرح للناس احنا عملنا ده ليه والخطوه دي بالزبط. ليه وهتتنفذ ازاي. ده بيؤدي ده بيؤدي لان انا عايز اوصل. بص، ما فيش دوله في العالم ما فيهاش مشاكل، صحيح، وما فيش اي مكان ولا اي قطاع ولا اي تخصص من تخصصاتنا او اي مهنه ما فيهاش سلبيات. نعالجها ازاي؟ نعالجها بايجابيات وبشكل مباشر، بدون اي ما نقولش لا لا مش هنضل لحد. الليمون كان نتيجه ايه؟ نتيجه العاصفه الترابيه اللي حصلت وقعت الزهر بتاع الليمون. طب إيه قدامنا قد ايه؟ احنا قلنا قدامنا 15 يوم اتحلت المشكله. الليمون النهارده من 8 جنيه لغايه 12 جنيه. طيب ما حدش اتكلم ليه؟ الليمون تراجع. الطماطم بقى لها 3 اشهر ثابته عن من جنيه لجنيه ونص لغايه 2 جنيه 2 جنيه ترجع تاني جنيه 2 جنيه. ما حدش بيطلع يتكلم ليه؟ البصل بقى لنا اكتر من 5 اشهر تحديدا من 2 جنيه لغايه 3 جنيه، الابيض ب 2 جنيه ونص و2 جنيه والاحمر ب 3 جنيه. طب كلمني عن الاسعار بعد اعلان السيد الرئيس عن المشروع القومي للصوب الزراعيه، الاسعار عامله ازاي في السوق؟ لا احنا عندنا اسعار، احنا اعلنا منذ ما يقرب من 5 ايام او 7 مش عارف 5 او 6 ايام، اعلنا في المجلس الاعلامي للغرفه التجاريه ان احنا عندنا انخفاض يصل من 15% لغايه 25% نتيجه طبعا التعلمي ان احنا يعني الشعب المصري موسمي شويه، بعد كل موسم زي رمضان والعيد الاضحى المبارك بيحصل فيه ركود وعزف الناس على الشراء، لان طبعا الناس بتشتري احتياجات اسبوع او احتياجات 5 ايام عشان ما حدش ينزل في العيد. هو ده اللي الانخفاض ده حصل والركود ده حصل، بس احنا دلوقتي بنقول ايه؟ الانخفاض ظل موجود لان كان ارتفاع الاسعار بيجي يرتفع قبل العيد مثلا بيوم، قبل الوقفه بتاع العيد بيوم او قبل شهر رمضان بيوم مثلا زي الوقفه كده ويرجع يرد تاني. بنقول ليه ده؟ نقول والله ما تصنعوش انتوا الازمه، المنتجات موجوده واشتري احتياجاتك بس وما تضغطش على السوق عشان ما يعملش ارتفاع في الاسعار الناس تعاني منه. وعلى فكره حتى في الاعياد وفي المناسبات بيبقى الناس بتبقى شغاله، يعني لو شفنا يا فندم احنا يعني متاسف عندنا سوق العبور او سوق اكتوبر تاني يوم العيد وجميع الاسواق اللي داخل المحافظات من تاني يوم العيد الناس موجوده، لان الزراعات دي هتروح فين؟ صحيح، يعني معلش يعني ما باعش الزراعه دي تاني يوم الزراعه بالليل جايه مكانها غيرها، صحيح. لازم تبقى بعدين زراعه قبل للتلف. يعني انا بتكلم ليه ان المواطنين ما تقلقش والتجار والمنتجين، لان احنا عندنا سوقنا سوق كبير جدا، سوقنا سوق كبير وسوق يعني متاسف بسم الله ما شاء الله احنا كنا بنستورد كميات من الطماطم وكميات من الفواكه سواء الكريز سواء الخوخ سواء العنب سواء كل ده ان شاء الله باذن الله مش هنجده هيقل. احنا عايزين صادراتنا اللي تزيد مش وارداتنا اللي تزيد، فده اللي احنا بنقول عليه الناس ما تتخوفش من المزرعات المحميه، التوسع فيها، المشاريع القوميه دي هتعمل اتزان داخل الاسواق، هتزود فرص العمل، هتعمل لنا زياده تنافسيه، هتعمل لنا قيمه مضافه للتصدير ونزود صادراتنا زي ما احنا قلنا. كل ده هينعكس على المواطن بشكل مباشر. المواطن النهارده لما يشعر ان في انخفاض في الاسعار وعنده احتياجاته اليوميه بدل ما هو كان بيشتريها مثلا على سبيل المثال ب 100 جنيه ابتدى يشتريها ب 50 جنيه، يبقى ده بيساعد ان احنا نقلل نسب التضخم. بنعوض العجز الميزان التجاري، كل ده دي تجاره، هي مش كيمياء، دي تجاره وده اقتصاد. فمتاسف يعني اللي بيحصل دلوقتي هو طريق صح
احنا خدنا خطوة إيجابية كبيرة جدا. أنا ما كنتش متوقع الإنتاج ده، يعني أنا لما رحت ما كنتش متوقع الانتاج ده. احنا رحنا في السابق ما كان لسه المشروع يعني من حوالي سنه ونص، فاحنا النهارده الحمد لله رب العالمين في انتاج، والانتاج دخل الاسواق الجمله وبكميات كبيره. يعني انا بقول لحضرتك احنا كان عندنا فلفل الالوان ده كان شيء شبه من 40 ل 35 ل 30، النهارده الفلفل ب 7 جنيه 8 جنيه وممكن يوصل ل 10 و 12 على اليات العرض والطلب، عشان بس ما اقولش حاجه والناس تقول لك لا ما فيش الكلام ده، لا يوصل. انا بتكلم على الجمله برده عشان الناس تبقى فاهمه الكلام ده. عقبال ما يوصل التجزئه برده نزل، اسعار انخفضت. لازم نقول ده للناس ولازم نوعي الناس لكده. حضرتك قلتي ان لدينا يعني بعض التخوفات، والله انا بقول للتجار وبقول للمنتجين والمواطنين ما فيش اي تخوفات. كان او نعاني بشكل كبير جدا زي ما قلت لحضرتك استاذ حاتم، بعد يعني بعد ارتفاع اسعار البنزين وبعد التعويم الجنيه المصري اصبح عندنا جشع كبير جدا لتجار التجزئه كمان بالذات. يعني زي ما حضرتك بتقول انا ما اقدرش اتهم تاجر لاني انا هنا ممثل التجار، تجار التجزئة هم الظهير بتاعنا، ولكن نقدر نقول إيه؟ حلقات التداول الكتير نقللها إزاي؟ زي ما أنا قلت ما نقضيش على القائمين عليها ولكن ننظمها لهم. لما تنظم أي 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 منظومة، يعني متأسف سيادة الرئيس لما دخل صوب زراعة قال أنتوا عندكم هنا رقمنا قاعدة بيانات، تذكري أنا هذا في هذا المكان قلت يا ريت يبقى لدينا من خلال بنك المعلومات في وزارة الزراعة قاعدة بيانات من بين الإنتاج والاستهلاك والتصدير. لماذا؟ حتى نتحكم، يبقى عندنا حتى استشعار لأي حاجة بيبقى تطرق على الساحة من خلال أزمات قلة معروض. اللي حصل سيادة الرئيس قال إيه؟ قال لابد يبقى في قاعدة بيانات. قاعدة البيانات دي هتمكننا يبقى في منظومة متكاملة فيها انضباط وفيها نظام. إحنا بنقول تجار التجزئة لما يبقى عندهم أسواق فيها زيادة تنافسية وفي نوع من أنواع الاستقرار داخل هذه الأسواق، ما يبقاش عشوائي، ما يبقاش يعوق المارة أو الطريق، ده اللي احنا بنقول عليه. ياريت ترفع الأسواق العشوائية اللي بتتسبب في ارتفاع الأسعار والاحتكار. وأنا ما أقدرش أتهم حد، لأن أنا لو اتهمت حد ده متأسف. يعني كل واحد، حتى سيادة الرئيس لما قال هو اللي بيبيع تقوي البطاطس او بيستوردها وباعها بجنيه او باعها باتنين جنيه، لو باعها باتنين جنيه حد هيلاقي مكسب وهيقول لا؟ معلش، ما انا متاسف. صحيح. ده احنا سوق عند اليات العرض والطلب واقتصادنا اقتصاد حر، ما نقدرش نتهم فيه نقول ده جشع او ده مش جشع. نقدر نضبط ده بايه؟ بزياده المعروض اللي بيحصل دلوقتي. صحيح. ونظام هذه المنظومه التجاره الداخليه. صحيح. ارفعوا لنا الاسواق العشوائيه من داخل القاهره الكبرى واستبدلوها باسواق مرتبه ومنظمه سهولا، ان احنا يعني الدوله تراقب والمجتمع يراقب. انا لما بخش سوق على سبيل المثال، المواطن نفسه هو صاحب القرار، المراقبه الشعبيه. انا لما بخش سوق داخل القاهره او داخل الجيزه او داخل اي محافظه والاقي عده بائعي خضار وفاكهه، مش واحد او اتنين، بلاقي عشرات، انا بمشي بشوف انه ارخص وانه افضل جوده. يعني جوده وصلاحيه وسعر، يبقى انا بعمل ايه؟ ده في زيادة تنافسية. كل التجار دول بيتنافسوا وكل واحد بيسترزق وكل واحد بيكسب على الايات على العرض والطلب. لكن لما نبقى التجارة الخضار والفاكهة او الاسواق العشوائية اللي هي احنا يعني متأسف سوق العبور سوق اكتوبر مراقبين من الدولة، ولكن بقية الاسواق داخل القاهرة الكبرى هل هي مراقبة من الدولة؟ انا بقول لحضرتك بشكل يعني متأسف، يعني ممكن يبقى في رقابة ولكن كاملة لا. بس احنا داخل القاهرة تاني ما عندناش أسواق جملة. لا، عندنا أسواق جملة كتيرة جدا داخل القاهرة عشوائي. فده اللي احنا بنقوله، بنقول يا رجاء، أنا برشاد دولة رئيس الوزراء وأنا كنت يعني مع أحد الوزراء وقلنا هذا الكلام، يعني احنا كنا مع وزير التموين وقلنا هذا الكلام وقلنا مع الوزير ارفعوا لنا الأسواق العشوائية. أيضا الأماكن اللوجستية اللي بتقوم بها الدولة دلوقتي، إن أنا أماكن اللوجستية تبقى جنب الزراعات، إن أنا أقدر أعمل فرز وتوزيع وغربلة، وإن أنا أعمل خطوط إنتاج وده تصدير وده سوق محلي وده تصنيع غذائي، ده بيساهم في الاقتصاد المصري، بيعمل نوع من أنواع يعني متأسف زي الزراعات المحمية وبل أكتر المناطق اللوجستية دي، بس تبقى يعني جنب الزراعات. لماذا؟ على يعني على مدار الساعة وعلى مدار المراقبة الدورية هنكون معاكم إن شاء الله، وهنتابع لحظة بلحظة علشان
نوصل لمواطنينا. اهم حاجه نوصل للمواطن ان هو يعني المنتج في متناول الجميع، ان احنا عندنا زياده معروض، حتى لو كان عندنا في الايام في الفجوات ان في اسعار بترتفع بنقول لا اشتري احتياجاتك اللي هي اليوميه، ما تشتريش اكتر من احتياجاتك، لان المنتجات موجوده ما نصنعش احنا الازمه. المتجر المتخوفين ما فيش تخوف، لان احنا زياده المعروض هيؤدي لزياده تنافسيه، زياده مبيعات، يبقى الربح هيعود عليك. المنتجين ما تتخوفوش ان الزراعه دي هتنقل اليكم التكنولوجيا بتاعتها، هنساهم في الاقتصاد المصري، هنرفع الجنيه يبقى له قيمه، بنساعد كمان على ان احنا نزود صادراتنا، بنادي استقرار داخل اسواق في الداخل وفي الخارج. صحيح، بشكرك جدا. شكرا جدا استاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبه الخضر بغرفه تجاره القاهره، نورتنا وشرفتنا كتير من التفاصيل والاستفسارات. كل سنه وانتم طيبين والساده المشاهدين بالف صحه وسعاده. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، كل سنه وحضراتكم طيبين. مشاهدينا لسه مكملين معاكم في حصادنا النهارده، انتظرونا بعد هذا الفاصل.